صاحبك مات وقلت اجيبك هنا عشان تحصله. ايه تراب مضايقك؟ معلش حاجه بسيطه، ما تجيش جنب اللي انتوا عملتوه بنتي يوم ما رميتوها من العربيه وسحلتوها في عز البرد. ابوس ايدك سيبني، ابوس ايدك سيبني، انا هموت كده، ابوس ايدك سيبني. مصلحه على الاقل تحصل صاحبك عشان تؤنسوا بعض في نار جهنم. صاحبي مين بس؟ صاحبك اللي كان معاك في شقتك، الله يرحمه بقى. عادل؟ عادل مات؟ اصله طلع جبان وما اتكلمش، كدب عليا زي ما كدب قدام النيابه. بقى انت بتنكر انك كنت شاهد على جواز شاهد من سليم؟ والله انا معرفش اي حاجه، انا معرفش اي حاجه. مين اللي خطف البنت الصغيره؟ معرفش معرفش، وانا هخطفها ليه؟ انا مال انا؟ ما هو ده برضه نفس الكلام اللي قاله صاحبك قبل ما يقابل وجه كريم. اكمل دفن. حرام عليك، كفايه كده، اتخنقت هموت، حرام بقى. قدامك فرصة واحدة عشان تعيش، انك تتكلم. حاضر، انا هقول لك كل حاجة. اتكلم. عمرو هو اللي قال لنا ان احنا ننكر الجوازة، وهددنا هو حد تبع خليل بيه بالفيديو بتاع الحادثة. فيديو؟ هو الفيديو معاه؟ معاه. ومين اللي معاه ورقة الجواز؟ هي كانت معاه، بس هو قال لنا ان هو قطعها. وهو اللي خطف البنت الصغيرة؟ ما اعرفش والله العظيم ما اعرف، انا قلت كل اللي اعرفه. طب قول لي بقى، عمرو ده اوصله ازاي؟ طب والبنت دي بقى فين دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ انسى الموضوع ده دلوقتي. انسى ازاي بس يا انكل؟ سليم حبيبي. ايه يا حبيبي؟ وحشتني وحشتني قوي قوي قوي. وانت كمان يا حبيبتي. معقوله تيجي من السفر وما تجيليش جري؟ ماما انا كلمتك اكتر من مره بالمناسبه، انت اللي موبايلك مقفول بقى، مش فاهم فيه ايه. كان فاصل شحن. وحشتني قوي 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 يا حبيبي. وانت كمان يا حبيبتي. شفت يا عم؟ من لا احبابه ونص اصحابه، ده مامي ما سلمتش عليا كمان. انكل ما شفتنيش بقالها كتير برضه. انا اسف يا باشا. في ايه يا ابني؟ بوليس. بوليس؟ خليه يدخل.